شفتوا شو إلي عم بيصير في جنين؟ في جنين؟ أحلى جنين. شو اللي عم بيصير في جنين؟ جنين في الفترة الأخيرة بتمر في نهادة كبيرة. بعد فترة مش بسيطة جنين عم تتقدم إلى الأمام. إلى الأمام؟ مصانع جديدة أقاموها، التجارة تطورت وتصدير البضائع توسع. في كل نهاية أسبوع بيدخل إلى جنين حوالي 24,000 شخص من عرب إسرائيل، بدخلوا بين 5 إلى 7 مليون شكل على الاقتصاد المحلي. تم فتح المعابر وعدد كبير من المشترين من إسرائيل يدخلوا كل أسبوع للأسواق. هذا الإشي بيساهم كثير في توفير المعيشة لكمان عائلات كثيرة. جنين مفتوحة للسياح وبتوفر أماكن جذب سياحية على مستوى عالمي لكل أفراد العيلة. تم تطوير فروع زراعية جديدة في المنطقة في السنوات الأخيرة. شوفوا الأسواق والمنتجات التازة والرائعة. مكتب التنسيق والارتباط في جنين ساعد في تنسيق وتحسين البنى التحتية، توسيع مساحات الركام الحجري في معبر الجلمي، وكمان تم منح شارة مواصفات إسرائيلية لعدد من المصانع في جنين. وهذا الإشي بيوسع الإمكانيات التصدير إلى دول مختلفة. كل هذا بيساعد في الاستمرار عشان جنين تتقدم. أهالي جنين الأعزاء، يبدو أن هذا الإشي يستاهل أن نحافظ عليه.